بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع سمع وصلي على حضرة النبي وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لقمة
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في ولكل قوم هذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله
وكل شيء عنده بمقدار الله بالغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم وما لهم من
الله أكبر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إنما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
ومن طرأ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون على حضرة النبي. سلام عليكم بما صبرتم.
صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جماعة صلي على حضرة النبي. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
سماع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
وإليه مساب. ولو أن قرآنا سيت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم Thank you.
ولو أنكوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله.